يا بيك. بعدين بعدين. مشان زينة. شبه زينة؟ تخانقت مع المرافق وما رديت يوصلها. يعني هلا هي لحالها؟ لا 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 تخاف، بعته يلحقها بالسيارة. ايه منيح. وين وهد عودي؟ خير. عم بدق له خارج التقطيع عم بيطلع. هذا لازم يروح يعطي أقواله. بسيطة. على مهلك. أهلين بابا. بابا ما كان في داعي لهذا الحارس يلي وراي، يعني اعتبر حالي مراقبة. لك يا بابا مو مراقبة، هي حماية. حماية من شو؟ لك بابا أنت عايش بأي كون؟ وين كان خطيبك مبارح؟ ما كان مخطوف؟ طيب بابا مثل ما بدك، لا تعصي. وين هذا عدي؟ عم دق له عم يطلع خطه خارج التغطية، لازم يروح يقدم أقواله. عدي سافر. لوين؟ بابا انتهينا أنا وياه وما بده يقعد بالبلد، حمل حاله وراح سافر. إيه؟ أحسن. إن شاء الله تكوني مبسوطة. بابا أكيد ماني مبسوطة. بس أنا اللي بدي. معلت روقي؟ شو هاد؟ من وين بدي لاقيها؟ من هون ولا من هون؟ لك ما حد عم يفهم علي؟ خير خير معلم، قل لي في الشلي خلقك، شو القصة؟ اطلع لبرا، اطلع لبرا. حاضر. هي تالا اجت معي لحتى تشوفك. ليكي حليانه كثير. تعي تعي شبك. كيفك خاله؟ تالا كانت مسافره وهلا رجعت، رح نضل دائما مع بعض، حتيجي دائما تشوفك وتسلم عليكي. مزبوط مزبوط. بدي سكر فيسبوك وانستغرام. ليش؟ لك شو ليش؟ هيك كل صوري انا وعدي، عدي راح شو بعمل يعني؟ ما بعرف ايش حاسه، كل هي الحركات تبع عدي هي مجرد حركات. حركات؟ لك عدي صار بقبرص عند اهله، بحياته ما راح يفكر يرجع اصلا. اساسا الشيء الوحيد اللي كان رابطه بهالبلد هو انا، وبنفس الوقت كان عم يدور على الفرصه لحتى يحمل حاله ويمشي، وليكو مشي مثله مثل اي شيء بالعالم عم يصير هيك. طب زينة ليش ما تلحقيه؟ خلص صار الوقت انك تشوفي الصورة كاملة مثل ما هي. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد عم بحكي. عدي تركني بهيك موقف، بتعرفي شو يعني؟ يعني مو هو الرجال يلي بقدر كفي معه كل حياتي انا، ما عم بقدر برر له. مثل ما بدك زينة، المهم تعرفي تكوني منيحة. منيحة انا منيحة. انا آسفة يمكن عم عصب كثير. ولا يهمك بفهمك. صعب الأكل. شو وين رحت؟ مو هذا اللي جالس هنا عنده؟ إيه. حلو هالشب. منيح ضال الشباب. جعت كثير. أنا اللي كتير جعت، كتير عبالي هذا الأكل، وأنتي لازم تاكلي. ليجي. إيه بابا، كيفك؟ طيب شو رأيك نعزمكم على العشاء اليوم؟ لا؟ طيب منشوف المساء. يعني يا بمر يا منلتقي. ديكي بابا لازم نحكي نحنا. ايه ماشي، يلا باي سلام. ايش هوي؟ تسحب لي المراقبة من ورا زينة.
يعني ما بدنا نلفت نظر. خليهم كمان كم يوم اسمع مني احسن، ولك علي وصيهم ما يبينوا بالمره. طيب بس ما بدي حدا يزعجها لزينة، انا ما ناقصني مشاكل معها. اكيد اكيد. لك احكي مع عبير الا انه الموعد تاجل. ايه يلا. عادي لسه ما شفتي شيء. مرحبا. 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 كيفك؟ كيفك؟ أهلين. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ زينة كيفك؟ الحمد لله تمام. شو الأخبار؟ تمام الحمد لله. صدفة حلوة إنه تأينا هون. أكيد. طيب أنا ما راح أطلقكم يعني، بس خلونا نشوفكم. إن شاء الله. أكيد. يلا بالإذن. يلا سلامة. شباب خطف لونه. أنا خطف لوني؟ أفش. جميلة البنت. أنا واحدة من لون. اتركها. في حدا شي عند بيت زينة؟ ايه حاطت شبقة بضاي. ليش خير؟ زينة طلعت شي من البيت؟ هلا حكيت معه. غريبة عم تقول لها ما عم ترد. تحب وصلك لعندها؟ لا لا هات المفاتيح انا بروح لحالي. مين؟ عمو انا ابو زينة. مرحبا تلا. أهلين. كيفك؟ تمام الحمد لله. شو وين زينة؟ نزلت من شوي. بس ما عطرت عم بايل. قالت لي بدها تتمشى شوي ويمكن تمر على المشفى لعند امها. قدرت هيك شيء. بدي اسالك هلا، هي فيها شيء انت عايشه معها يعني كيف شفتيها؟ اكيد مو منيحه، بس يعني زينة قوية. تخيل فيها تتجاوزها لهي المحنة، بس بدها شوية وقت. بدها مساحتها وهي بتعرف تلاقي حلول. سألتك عني شيء؟ بدك يعني افصل عرفيتي؟ لا أعوذ بالله، أنا بعرف إنه بين الأصدقاء في أمور كثيرة، بس يعني هيك أنا حاولت أطمن عليها بس. ما تخاف، تخيل هي راحت على المشفى. يمكن لذلك أنا ما عرفت أجي لهون ولا أروح لهونيك. زينة منيحة وأنا معك كل الوقت، ما عم بتركها أبدا.
زي عم تحس حالها مراقبة، تفهم علي؟ فهمت عليك. وهيك وهيك. طيب أنا ممكن أخذ رقم تليفونك، مو مشان شيء بس مشان أطمن على زينة. أكيد. بحفظ اسمي تالا زينب؟ لا تالا. طيب أنا رح مر على المستشفى بلكي بشوف زينة. أوكي. باي باي.